حرب السادس من أكتوبر عام 1973 لم تكن انتصاراً عسكرياً وحسب، بل كانت درساً مصرياً خالصاً في إثبات أن العقل والإرادة يتفوقان على القدرات والإمكانات. فمع اللحظة الأولى لانطلاق الحرب، حققت القوات المسلحة نجاحات متتالية، ورفع علم مصر خفاقاً فوق أراضيها. انتصار الإرادة المصرية في حرب أكتوبر لعام 1973 هو العنصر الأساسي الذي فتح الطريق أمام استعادة السيادة المصرية على كامل التراب الوطني. حرب دفع فيها رجال القوات المسلحة أرواحهم ثمنا دفاعا عن هذا الوطن. تكلل العبور العظيم للجيش المصري وانتصاره على جيش الاحتلال الإسرائيلي بخروج دولة الاحتلال تماما ورفع العلم المصري فوق شبه جزيرة سيناء بعد استعادتها كاملة وإعادتها لأحضان الوطن. بدأت المواجهة على جبهة القتال ابتداء من سبتمبر لعام 1968 وحتى السادس من أكتوبر لعام 1973. انطلقت القوات المصرية معلنة بدء حرب العبور والتي خاضتها مصر في مواجهة إسرائيل، واقتحمت قناة السويس وخط بارليف، ومن ثم تمكنت الدولة من استرداد السيادة الكاملة على قناة السويس واسترداد جزء من الأراضي في شبه جزيرة سيناء وعودة الملاحة في قناة السويس في يونيو لعام 1975. وبعد اليوم السادس عشر من بدء حرب أكتوبر بدأت المرحلة الثانية لاستكمال تحرير الأرض عن طريق المفاوضات السياسية، حيث تم إصدار القرار رقم 338 والذي يقضي بوقف جميع الأعمال العسكرية بدءا من 22 من أكتوبر لعام 1973. بدأت مباحثات الكيلو 101، تم فيها الاتفاق على تمهيد الطريق أمام المحادثات السياسية للوصول إلى تسوية دائمة في منطقة الشرق الأوسط، حيث تم التوقيع في 11 من نوفمبر لعام 1973 على اتفاق تضمن الالتزام بوقف إطلاق النار ووصول الإمدادات اليومية إلى مدينة السويس. تتولى قوات الطوارئ الدولية مراقبة الطريق، ثم يبدأ تبادل الأسرى والجرحى. وفي يناير لعام 1974 تم توقيع الاتفاق الأول لفض الاشتباك ما بين مصر وإسرائيل، والذي حدد الخط الذي ستنسحب إليه القوات الإسرائيلية، وذلك على مساحة 30 كيلومترا شرق القناة وخطوط منطقة الفصل ما بين القوات التي سترابط فيها قوات الطوارئ الدولية. وفي سبتمبر لعام 1975 تم التوقيع على الاتفاق الثاني الذي بموجبه تقدمت مصر إلى خطوط جديدة مستردة حوالي 4500 كيلومتر من أرض سيناء. ومن أهم ما تضمنه الاتفاق أن النزاع في الشرق الأوسط لن يحسم بالقوة العسكرية ولكن بالوسائل السلمية. وبموجب اتفاق فض الاشتباك تمكنت سوريا من استعادة مساحة 60 كيلومتر من الجولان المحتلة تضم مدينة القنيطرة وجوارها وقرية الرفيد. وفي الخامس من سبتمبر لعام 1978 وافقت مصر وإسرائيل على الاقتراح الأمريكي بعقد مؤتمر ثلاثي في كامب ديفيد بالولايات المتحدة الأمريكية. تم الإعلان عن التوصل لاتفاق يوم 17 من سبتمبر من ذات العام والتوقيع على وثيقة كامب ديفيد في البيت الأبيض في يوم 18 من سبتمبر لعام 1978 لتحقيق تسوية شاملة للنزاع العربي الإسرائيلي. وفي 26 من مارس لعام 1979 وقعت مصر وإسرائيل معاهدة السلام اقتناعا منهما بالضرورة الماسة لإقامة سلام عادل وشامل في منطقة الشرق الأوسط، والتي نصت على إنهاء الحرب وإقامة السلام وانسحاب إسرائيل بالكامل من سيناء وعودة السيادة المصرية على كامل التراب المصري. وخلال الانسحاب النهائي الإسرائيلي من سيناء كلها
في العام 1982 تفجر الصراع ما بين مصر وإسرائيل حول طابة. عرضت مصر موقفها بوضوح، وهو أنه لا تنازل ولا تفريط عن أرض طابة، وأي خلاف ما بين الحدود يجب أن يحل وفقا للمادة السابعة من معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية. وفي 30 سبتمبر لعام 1988 أعلنت هيئة التحكيم الدولية بالإجماع أن طابة أرض مصرية. وفي 19 مارس لعام 1989 تم رفع علم مصر على طابة المصرية نداء للسلام من فوق أرض طابة. كان هذا هو المشهد الأخير في سلسلة طويلة من الصراع المصري الإسرائيلي، انتهى باستعادة الأراضي المصرية كاملة بعد انتصار كاسح للسياسة والعسكرية المصرية. سوف يتوقف طويلا بالفحص والدرس أمام عملية يوم 6 أكتوبر 1973 حين تمكنت القوات المسلحة المصرية من اقتحام مانع قناة السويس الصعب واجتياح خط بارليف المنيع بعد أن أفقدت العدو توازنه كما قلت في 6 ساعات.